فقط أشير إلى ما نتابعه في الصورة الآن من الضاحية الجنوبية. شاهدنا وميضا في الصورة على ما يبدو غارة، سنتأكد. وميضا تبعه الآن تصاعد أعمدة الدخان من أحد المواقع. إذن تبدو غارة جديدة على الضاحية الجنوبية في الثواني الأخيرة. شاهدنا وميضا، ومن ثم هذه سحب الدخان التي نشاهدها الآن في الصورة تتصاعد من أحد المواقع الجديدة قريب من الموقع الآخر الذي تتصاعد منه كذلك سحب من الدخان الأسود. هذه غارة جديدة الآن على الضاحية الجنوبية من بيروت. سبق ذلك استهداف محيط الليلكي، وكذلك حديث عن استهداف حي الحدث في الضاحية الجنوبية، لكن الآن غارة جديدة على المباشر نتابعها على شاشة التلفزيون العربي. غارة جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية من بيروت. الجيش الإسرائيلي كان أعلن أنه سيستهدف عددا من المباني في الضاحية الجنوبية بحجة أن حزب الله يخزن أسلحة استراتيجية أسفلها. كذلك أطلق جيش الاحتلال تهديدا غير مباشر عندما تحدث عن أن مطار بيروت يجب أن يبقى مدنيا، وقال إن الجيش لن يسمح بتهريب الأسلحة إلى حزب الله من خلال مطار بيروت. تهديد غير مباشر لمطار بيروت من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال. إذن الموقف يتطور شيئا فشيئا. التلفزيون العربي.